يوم الاثنين بالليل 24 يونيو 2024 اتفاجئنا بفيديوهات مالية السوشيال ميديا بجوليان أسانج بيمضي ورق وبيركب طيارة وبيخرج من بريطانيا. بعد قصة طويلة عدى عليها أكتر من 5 سنين تم مطاردة فيها جوليان أسانج وتأييد حريته، في الأول عبر قضية من واحدة اتهمته بالتحرش بيها في السويد، استخبى خلالها في السفارة بتاعة الإكوادور في لندن، وبعد كده الولايات المتحدة الأمريكية طردته طبعا ساعة حكومة ترامب أنها تقبض عليه بتهمة التجسس، إن هو سرق وثائق أمريكية سرية وأعلنها مما هدد الأمريكان والقوات الأمريكية والاستخبارات الأمريكية. ومن ساعتها بعد ما خرج من السفارة بتاعة الإكوادور اتقبض عليه ودخل جوه سجن شديد الحراسة في بريطانيا. 5 سنين من العذاب، من المشاكل، من يعني الطريق المسدود، لكن أخيرا مضى على وثيقة معينة هنتكلم عنها دلوقتي وركب الطيارة والسوشيال ميديا اتقلبت. ما اتقلبتش في الأول زي الواحد كان متخيل، يعني أصلا قصته كانت كبيرة جدا وكانت قلب الدنيا، يعني في عزه وويكي ليكس كانت قلب الدنيا. فالموضوع الأول اتسرب واحدة واحدة، وبين لما تفاصيل الصفقة ظهرت الناس كانت ما بين إن صعبان عليها جوليان أسانج وكارهة اللي حصل في الفترة اللي فاتت والقهر اللي هو اتقهره في ماضي الاتفاق ده مع الحكومة الأمريكية، وما بين الفرح ليه إن هو أخيرا خد حريته، وما بين الخوف ليه لمستقبل حرية الصحافة في العالم الغربي نفسه، بل وفي الولايات المتحدة الأمريكية حصن الحرية في العالم. بعد تداول الفيديوهات والمقاطع الصغيرة على السوشيال ميديا اللي بدأت تزيد واحدة ورا واحدة، الواحد دخل على مواقع الأخبار العالمية، النيويورك تايمز والجارديان والواشنطن بوست وغيرها، فلقى إن الخبر بدأ يظهر واحدة واحدة بس تحت، يعني مش واخد حقه في التغطية، وده لأن الخبر حصل فجأة. يعني وكالة الأنباء العالمية والجرائد الكبيرة سامعين ان هيحصل فيه اتفاق، خصوصا بعد ما طلع السنه اللي فاتت رئيس الوزراء الاسترالي، بل بقى الموضوع بقى طول وبوخ، ومفروض يعني الحكومه الامريكيه يعني تخلص الموضوع ده. بالفعل حصل توافق وموافقه من الحكومه الامريكيه اللي هي حكومه بايدن، وبداوا عاوزين يوصلوا لاتفاق يحافظ على كرامه الحكومه الامريكيه وفي نفس الوقت يخلص الموضوع اللي طول وبوخ، واظهر الولايات المتحده الامريكيه كمحاربه للحريه والحقوق الصحافة وحرية تداول المعلومات. فتم الاتفاق مع المحامين بتوع أسانج، ومنهم زوجته اللي نشرت الفيديوهات اللي أصلا اتعرف عليها في طاقم المحاماة اللي بيدافعوا عنه. إيه بقى الموضوع؟ قالوا له أنت عندك كمية تهم يعني تكفي إنك تتسجن 170 سنة. وافق على تهمة واحدة منهم اللي هو إن أنت خرقت ما يعرف بالإسبيوناج أكت في أمريكا، اللي هو القانون التخابر، هو ان انت سربت معلومات سرية، وقصاد كده هيتحكم عليك ب5 سنين سجن، هي ال5 سنين اللي انت اتحكم بيهم عليك. وعشان يحصل الكلام ده لازم تسافر وتحضر قدام محكمة امريكية تقر فيها بذنبك ده، وهيتحكم عليك ب5 سنين، وانت قعدت بالفعل في السجن البريطاني 5 سنين فهيتم الافراج عنك. وبالفعل يتم الاتفاق على ان اقرب محكمة أمريكية لأستراليا، عشان جوليان أسانج أسترالي، فكان في جزر نورث ماريانا، ماريانا الشمالية، دي مستعمرة أمريكية، بس طبعا كلمة مستعمرة وحشة في أمريكا ما تستخدمش الكلمة دي، هي ليها جزر كتير جدا في المحيط الهادي، فيها قواعد عسكرية مختلفة وفيها برضو محاكم فيدرالية. فهو ساب بريطانيا امبارح يوم الاثنين، هيظهر النهاردة يوم الثلاث قدام المحكمة دي، يقر بأن هو مذنب ويتم الحكم عليه بال5 سنين اللي هو خلاص قضاهم، ويسافر يرجع على استراليا بعد كده. ومفروض ان بقى الساجا او القصه الدراميه الكبيره اللي امتدت اكتر من 15 سنه تنتهي، او ينتهي فصل من فصولها الكبيره. القصه طبعا يعني للعواجيز شويه زي حالتنا بدات من ويكيليكس في بدايه 2010، وكانت ذروتها في التعاون ما بين جوليان أسانج وتشيلسي مانينج. هو أصلا كان راجل وتحول لست، ده كان فرد في الجيش الأمريكي سرب وثائق عالية السرية عن اللي كان الجيش الأمريكي بيقوم بيه في العراق
وفي أفغانستان الانتهاكات الأمريكية الفظيعة، التعذيب، كل الحاجات اللي بتبين إن الجيش الأمريكي لا أخلاقي، وإن في اختراقات لحقوق المواطنين في الدول اللي هم احتلوها، واختراقات لحقوق الإنسان والحرية الشخصية ذات نفسها. والموضوع عمل ضجة كبيرة جدا وخلى شكل أمريكا سيء جدا في العالم. المثير للأمر إن تشيلسي مانينج لما كان راجل لسه كانت مسك، طبعا قدروا يعرفوا مين اللي سرب الوثائق واتقبض عليه واترمى في السجن، وكان واخد حكم سجن مدى الحياة. بس جه أوباما قبل ما يمشي في الأواخر كده راح اداله عفو رئيس، حتى هو خرج ساعتها وحول جنسه، اتحول الى ست. انما بقى المضحك ان الراجل بقى الاجنبي اللي هو الاسترالي جوليان اسانج بتاع الويكليكس، امريكا ما كانتش رحيمه بيه، يعني المفروض بقى تكبر دماغها عنه ولا تقول بقى قوانين تجسس ولا حاجه، الا ان الكلام ده ما حصلش. ليه يا سيدي؟ عشان الراجل مش مجرد فضح الجيش الامريكي، بل وكمان فضح الحزب الديمقراطي ذات نفسه، وسرب في 2016 الخطابات والإيميلات اللي كانت ما بين هيلاري كلينتون والأفراد، أو يعني الطبقة العليا من الحزب الديمقراطي، ما يعرف بالـ DNC اللي هو الديمقراطيك ناشونال كونفنشن، ده اللي بينعقد عشان يختار مين اللي هيبقى مرشح حزب الديمقراطي. كان ساعتها اختاروا ما بين بيرني ساندرز وما بين هيلاري كلينتون، والإيميلات دي فضحت إن الناس جوه الحزب الديمقراطي اللي هي الطبقة العليا كانوا ايه مايلين جدا لهيلاري كلينتون، وشبه حصل نوع من الانحياز الشديد ليها ضد بيرني ساندرز، وكان في نوع من الفساد الكبير في الموضوع ده. فالتطور ده خلى مش مجرد بقى فيه كراهيه عموميه من الحكومات الامريكيه ضد جوليان اسانج وضد ويكيليكس عشان فضحت شكل امريكا قدام العالم، بل وكمان بقى الموضوع شخصي جوه الحزب الديمقراطي. فاولا لما جه ترامب خلى الحكومه الامريكيه تمشي ورا الموضوع، وان هي تحاول تجيب جوليان اسانج ده باي طريقه، وفي حركه انا بحقيقه لغايه دلوقتي مش فاهمها، راح بريطانيا، فعقبال لسه الاوراق المحاكمه الامريكيه والملاحقه القضائيه ليه ما كانتش خلصت، فجاه ظهر موضوع التحرش بتاعه بواحده في السويد، فطلبوا القبض عليه، فجري هرب استخبى في سفاره الاكوادور. بعد كده طلعت الاوراق بتاعت الملاحقه الامريكيه ليه ان هو عاوزين نقبض عليه بتهمة التجسس، ان هو خد وثائق امريكيه سريه ونشرها للعلن وهدد سلامه الجنود الامريكان في قواعدهم حوالين العالم. لكن بعد ما خلص بقى موضوع ترامب وجي بايدن، لسه كان في نوع من ايه من الكراهيه هو الغل جوه الحزب الديمقراطي قصاد الحركه اللي عملها، اللي طبعا فضح فيها هيلاري كلينتون وفضح الحزب الديمقراطي. وموضوع جوليان اسانج بقى هو جوه السفاره الاكوادوريه بياخد ايه دراما في حد ذاته، السفاره الاكوادوريه مش عاوزاه يحرجها دبلوماسيا مع العالم، فالاول قالوا له ما تعملش حاجات فيها شغل ويكيليكس عشان ما تحرجناش مع الحكومه البريطانيه ومع حكومات العالم. لقوا لا لسه بيشترك في شغل ويكيليكس وبدا يعمل نشاطات، بداوا يحرموا من النت، حصل تغييرات في الحكومه الاكوادوريه ذات نفسها هناك، ضاقوا ذرعا بيه وراحوا مطردوه، واول ما اطرد اتقبض عليه في بريطانيا ودخل سجن شديد الحراس، وطول الوقت بقى ما بين فريق المحاماه بتاعه وما بين الحكومه الامريكيه هناك، عاوزين ان هو يرجع امريكا ويتحاكم هناك. والفريق بتاعه طبعا خايف ان لو حصل الكلام ده يتم الحكم عليه زي ما بقول كده لغايه 170 سنه، زائد طبعا ان يتم يعني كسره بشده. وطول الوقت في بقى قضايا قدام المحكمة البريطانية، في معاهدة ما بين بريطانيا وأمريكا لتسليم المجرمين، وهو بقى طول الوقت يقول لا أنا مش مجرم، لا دي حرية الصحافة. والموضوع طول وبوخ زي ما بقول لغاية لما طلع رئيس وزراء أستراليا واتكلم كده بالمفتش، قال بقى الموضوع بقى بوخ، المفروض الحكومة الأمريكية تلم الموضوع. لكن الحكومة الأمريكية صحيح زي ما قلت كده بايدن وافق، بس لازم الحكومة الأمريكية يبان لها هيبة، فقالوا له خلاص هنشيل معظم التهم اللي ضدك، هتوافق بس وتقول ان انا مذنب في موضوع ان انا خرقت القوانين وان انا عملت عمل غير شرعي جنائي واللي هو التجسس على الولايات المتحده الامريكيه. وده يعتبر كسره كبيره لجوليان اسانج ان هو يعترف اللي بيعمله ده عمل لا اخلاقي، عمل مجرم، مش ان هو بيقوم بحريه صحافه، ان هو بيقوم بكشف الحقيقه للعالم. لكن الراجل بقى خلاص كان تعب،
قاعد في السجن فترة طويلة 23 ساعة سجن انفرادي، يدوبك ساعة واحدة في اليوم بيشوف فيها الشمس. جاله ستروك، جلطة دماغية من كام شهر، لدرجة انه كانش بيقدر يظهر قدام المحكمة البريطانية. فالراجل يعني ايه، جاب أرض أرض ووافق بالفعل ومضى على الوثائق زي ما شفنا في الفيديوهات اللي نشرتها زوجته امبارح. والحقيقة الموضوع ده بيبين لنا ان الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول مستندة للحرية في العالم وجوه بلدها، لكن في نوع من النفاق، نوع من الزيف. احنا بنقول كده لكن بمزاجنا، والله جت حكومة أمريكية عاوزة تمشي في الموضوع وتحاكمك بتهمة التجسس هتحاكمك، عاوزة تسيبك هتسيبك. والكلام ده بيحصل جوه أمريكا ذات نفسها، بس عشان الاهتمام بتاع الرأي العام على كل مجريات أمريكا فالحكومات بإيه بتخاف وبترجع ورا عن كده. أشهر طبعا موضوع فضيحة ووترجيت، وموضوع فضايح كتير قبليها وبعد كده زي أوراق مثلا فيتنام وغيرها، حاجات بتفضح الولايات المتحدة الأمريكية وبتسرب وثائق سرية. لكن الرأي العام القوي اللي بيفضح الموضوع وبيفضح قد إيه إن الحكومات الأمريكية ممكن تكون هي المجرمة وهي المقصرة وهي اللي بتنتهك الحقوق، فالحكومة بتبقى عاوزة تلم الموضوع، خصوصا إن هي ممكن تخسر قضية في الآخر لو الصحفيين اللي كشفوا الموضوع تمسكوا بالفيرست أمندمنت اللي هو المادة الأولى في الدستور الأمريكي اللي بتمنح حرية الصحافة وبتقول من حق إن يبقى فيه تداول للمعلومات. فالموضوع فيه نوع من المخاطرة، فضيحة ضخمة للحكومة الأمريكية وللجيش الأمريكي قصاد إن هم يغضوا الطرف ويخلي الموضوع ينام. عشان كده مع إعلان الصفقة والإفراج عن جوليان أسانج، زي ما بقول كده، السوشيال ميديا ما بين الناس فرحانين إن هو أخيرا خد حريته، وبين الناس شايفين إن دي انتكاسة كبيرة جدا لحرية الصحافة في العالم. كان نفسهم إن الراجل فعلا يروح أمريكا ويحارب الموضوع ده ويدافع عن حريته في كشف أي أسرار الفساد اللي كانت جوه الجيش الأمريكي والسياسة الخارجية الأمريكية. لكن فريق المحاماة بتاعه على ما أظن وناس كتير حوالين العالم من المحللين شايفين نفس الفكرة، إن التعاطف معاه والرأي العام في أمريكا مش هيكون معاه قوي. ليه يا سيدي؟ عشان هو مش مواطن أمريكي. يعني المواطنين الأمريكان حتى اللي عندهم وطنية شديدة أو قومية، حتى لما مواطن أمريكي بيتم محاكمته بيبقى في نوع من التعاطف معاه، حتى لو كشف أسرار أمريكا يتعاقب ومجرم وكل حاجة، بس إيه، يبقوا متفاهمين التعاطف معاه. إنما التعاطف مع جوليان أسانج شبه مش موجود جوه أمريكا. ليه يا سيدي؟ عشان هو مواطن أجنبي، يقول لك لا ده جاسوس، ده مجرم، ولا صحافة مين، ده بيفضحنا إحنا، ده عدو للدولة الأمريكية حول العالم. فالتعاطف معاه جوه أمريكا سواء بقى من القضاة بتوعه أو الرأي العام هيبقى قليل. فشافوا إن دي أحسن صفقة ممكنة، خصوصًا إن هو اتعذب خلال ال5 سنين اللي فاتت. بس يا ترى هو بعد كده هيكمل العمل الحقوقي بتاعه وشغل الصحافة بتاعه اللي بيفضح الانتهاكات بتاعت الدول حوالين العالم؟ ممكن ياخد استراحة محارب شوية ويكمل، ممكن خلاص يقرر إن هو يوقف لفترة قدام، يكتب مذكراته، يغير نشاطه، دي كلها حاجات هنشوفها سنة ولا سنتين قدام. بس ده كل عندي النهارده، دي كانت تغطية سريعة للخبر المفاجئ بتاع الإفراج عن جوليان أسانج. كالعادة أحب أسمع آرائكم ومقترحاتكم، لو في أي تصحيح لأي معلومة جوه الحلقة تقدروا تسيبوها في التعليقات تحت الفيديو، اشتركوا في القناة عشان توصلكم الحلقات الجديدة أول بأول، دوسوا لايك وشاركوا الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي في المنتديات اللي فيها اهتمام بالنوع ده من الأخبار. شكرا وأشوفكم على خير في الحلقة الجاية. مع السلامة.